الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يلبس الجميع لباس الصحة والعافية، وأن يرفع الأمراض والأوبئة بفضله وإحسانه. وبعد، فيسرني أن أشترك في الدورة العلمية الصيفية عن بعد، والتي وضع لها عنوان إذكاء القرائح بأحكام الجوائح جائحة كورونا أنموذجًا، والتي يقوم بترتيبها جهاز وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وهذه الدورة برعاية معالي الرئيس صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وفقه الله لخيري الدنيا والآخرة، وبارك الله في جهوده. وفي مقدمة هذه الدورة أشير وأشيد إلى تلك الجهود الطيبة التي قامت بها الأجهزة الرسمية في حكومة المملكة العربية السعودية، والتي كانت بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وفقهم الله لخيري الدنيا والآخرة، وبارك في جهودهما وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فإن الجهود المشكورة في محاصرة هذه الجائحة والسعي إلى تقويضها وبذل الجهود لعدم انتشارها جهود مشكورة مباركة. وبعد، فسأتناول بإذن الله عز وجل عددا من الأحكام الفقهية التي يكون لها تعلق بهذه الجائحة، ولعلي في هذا اليوم أبتدئها بالأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة. أولاً، مسائل المياه. عندنا في هذا الباب مسألة واحدة. من المعلوم أن الطهارة لا تقوم عند جمهور أهل العلم إلا بالماء الطهور، ويستدلون على هذا بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية. وعندنا من مسائل هذا الباب مسألة الماء الذي توضأ به مريض الكورونا، ما حكمه؟ وهل لا زال على طهارته؟ وهل يتوضأ منه غيره أو لا؟ فنقول: أولاً، هذا الماء الذي توضأ منه المريض له جانبان. الأول أنه في حكم المياه المستعملة، والعلماء لهم بحث في حكم الماء المستعمل، هل الاستعمال يسلبه الطهورية أو لا؟ والظاهر من قول أهل العلم أن الاستعمال لا يسلب الطهورية، وأن الطهورية لا زالت باقية، ولكنه في الحكم التكليفي من جهة جواز الوضوء به فيه تفصيل. فإن ذلك الماء
أو الباقي في الإناء بعد استعمال مريض الكورونا به، هل يتوضأ منه غيره أو لا؟ فنقول: الناس على صنفين، صنف لا يخشى عليه من انتقال العدوى إليه، فمثل هذا يستعمل ذلك الماء ولا حرج عليه، ووضوءه به صحيح على الصحيح من قولي أهل العلم. والثاني: من كان يخشى أن ينتقل إليه هذا المرض، فإنه حينئذ لا يتوضأ بهذا الماء ولا يستعمله في طهارته، وذلك خشية عليه من انتقال العدوى إليه. وقاعدة الشريعة نفي الضرر، وقاعدة الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فلما كان استعمال ذلك الماء يخشى من أن يوصل إلى انتشار المرض وحصول التلف أو الوفاة به، فإنه حينئذ اعتبرت الوسائل وجعل لها حكم الغايات والمقاصد. ننتقل إلى مسألة ثانية، وهي متعلقة بباب الآنية. وفي هذه المسألة أو في هذا الباب مسألتان: المسألة الأولى في الإناء الذي استعمله المريض، هل يجوز استعماله أو لا يجوز، أو لا بد أن يغسل قبل الاستعمال؟ فنقول: هذا الإناء إن كان يخشى من أن يكون سببا لانتقال المرض فإنه يمنع من استعماله على الصحيح، وذلك لمراعاة الأثر الذي قد يحصل من استعمال ذلك الإناء من انتشار المرض ونحوه. والمسألة الثانية في ثياب المريض، إذا لم يجد الإنسان لستر عورته سواها، فحينئذ ماذا يفعل؟ فنقول: لما خشي الإنسان من انتقال المرض إليه باستعمال ثياب المريض في ستر عورته، فإنه حينئذ لا يلزمه ستر عورته بهذه الثياب، ويستعمل ثيابا أخرى إن وجدها، فإن لم يجد صلى على حسب حاله، وذلك مراعاة للقواعد السابقة بنفي الضرر وبوجوب الاحتراز مما قد يؤدي إلى التلف. ننتقل بعد ذلك إلى باب آداب قضاء الحاجة، وعندنا فيها مسألتان: المسألة الأولى استعمال الخلاء بعد المريض أو دخول دورات المياه بعد المريض، فنقول: إذا كان الإنسان يخشى من استعمال الخلاء بعد المريض من انتقال المرض إليه، فإنه لا يستعمل ذلك الحمام ويبحث عن غيره، وذلك خشية من انتقال المرض وتحقيقا لمقصد الشريعة في حفظ النفوس. وأما المسألة الثانية فهي مسألة الاستنجاء باليمين، وذلك أن بعض المرضى قد
تكون يدهم اليسرى مشغولة إما لوضع شيء من الأجهزة الطبية فيها أو لكون الأوبر قد أثرت على يد المريض، بالتالي لم يعد يستطيع أن يستعملها في الاستنجاء. فحينئذ نقول الاستنجاء باليد اليمنى جائز في هذه الحالة لوجود هذه الحاجة. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل متعلقة بالوضوء، وعندنا عدد من المسائل. المسألة الأولى: الوضوء للمريض، وذلك أن المريض الأصل أنه تجب عليه ما يجب على غيره من الوضوء للصلاة، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولكن إن كان المريض ممن يخشى عليه باستعمال الماء أو يتضرر به، فإنه حينئذ لا يلحقه حرج في ترك الوضوء والانتقال إلى التيمم. وليلاحظ هنا بأن المريض يجب عليه أن يغسل ما استطاع من أعضائه. المسألة الثانية متعلقة بنواقض الوضوء، وذلك أن المريض بهذا المرض في الغالب يكون متعبا منهكا، يحتاج إلى راحة، وبالتالي عند جلوسه في فراشه قد يأتيه شيء من السنة والنوم اليسير، وبالتالي هل ينتقض وضوءه بيسير النوم والإغماء أو لا ينتقض الوضوء بذلك؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أقوال متعددة، منهم من يقول بأن يسير النوم ينتقض الوضوء به مطلقا لأنه يصدق عليه نوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ. وهناك من قال بأن من نام على هيئة يتمكن بها من إمساك نفسه ويجزم بعدم حصول حدث أثناءه فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، بخلاف ما إذا كان على غير تلك الحال. وهناك من قال بأن من نام نوما يسيرا على هيئة من هيئات الصلاة لم ينتقض وضوءه بذلك، بخلاف من نام نوما يسيرا على غير ذلك. وهناك قول الرابع الثالث، هذا قول الحنفية، هناك قول الرابع بأن يسير النوم لا ينتقض الوضوء به مطلقا، وذلك لما ورد أن بعض الصحابة جاءه شيء من ذلك في أثناء انتظاره للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمر بإعادة الوضوء. وهذا القول الرابع لعله أرجح الأقوال وأولاها، فإن النصوص التي حكمت بانتقاض الوضوء عند حصول النوم نصوص عامة، وهذه الأحاديث الواردة في عدم انتقاضه بالنوم اليسير
أحاديث خاصة، والقاعدة في الشريعة أن الحكم يعمل فيه بالحديث الخاص في موطن الخصوص، وفيما عدا موطن الخصوص يحكم فيه بالدليل العام. ننتقل بعد ذلك إلى باب الغسل. باب الغسل، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى مسألة خروج المني من المريض بكورونا لغير شهوة، فإن بعض المرضى قد يخرج منهم شيء من المني حال مرضهم بصفات المني لكنه بدون شهوة، فمثل هذا لا يجب عليه الاغتسال، وإنما يجب الاغتسال حال الشهوة، لأن النصوص الواردة بإيجاب الاغتسال عند الاحتلام والجنابة نصوص عامة خصصتها نصوص أخرى دلت على أن خروج المني لغير شهوة لا يوجب الاغتسال. المسألة الثانية في مسائل الجماع، وذلك أن المريض بهذا المرض يخشى منه أن ينقل المرض إلى غيره، سواء إلى زوجته أو إلى غيرها، وبالتالي فإنه يمنع من الجماع في هذه الحال خشية من أن يكون سبباً في انتقال هذا الوباء. وأما المسألة الثالثة فمتعلقة بطريقة الاغتسال للمريض، وذلك أن الأصل أن الإنسان الذي يجب عليه الاغتسال يجب عليه أن يعمم بدنه بالماء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولكن في مرات قد يحتاج أو قد يعجز عن الاغتسال لشدة مرضه، وبالتالي في هذه الحال فإنه ينتقل إلى التيمم، وهكذا قد لا يجد من يقوم بتيسير انتقاله ليغتسل، وبالتالي فإنه ينتقل إلى التيمم. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن المريض قد يكون ممن وضع عليه شيء من الأجهزة كجهاز التنفس، أو قد وضعت عليه لصقات، أو كان في شيء من بدنه المغذي فلا يستطيع غسل هذه الأجزاء من بدنه، فنقول إن استطاع أن يغسل بعض بدنه غسل ما استطاع من ذلك ويتيمم للباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن الأمور المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بحكم قراءة القرآن للمريض ومثله في مس المصحف، فمن كان عليه جنابة فإنه لا يزول حكمها إلا باغتسال أو تيمم متى جاز له التيمم، وبالتالي فإن من عليه جنابة يمنع من قراءة القرآن حتى ولو على صدره حتى يغتسل. ومن كان قد انتقض وضوءه لكن لم يجب عليه الغسل فهذا يجوز له أن يقرأ القرآن لأنه لم يمس المصحف. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من آيات الكتاب ثم قال: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. وأما بالنسبة لمسألة مس المصحف فإنه قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس المصحف
إلا طاهر، وبالتالي فإن المريض لا يمس المصحف إلا إذا ارتفع حكم الجنابة ولم يعد منتقض الوضوء، لهذا الخبر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ننتقل بعد ذلك إلى باب التيمم، ومن المعلوم أن التيمم لا يجوز عند إمكانية الوضوء، والتيمم يجوز في 3 أحوال: الحال الأول عند فقد الماء، والحال الثاني عند ارتفاع أسعار المياه ارتفاعا فاحشا، والحال الثالث عند وجود المرض، لما ورد في الحديث أن عمرو بن العاص كان عليه جنابة فخشي على نفسه من البرد فتيمم. وبالتالي فإن المريض بكورونا إذا كان يخشى من لحوق شيء من الضرر به عند وضوئه أو اغتساله فإنه يتيمم ويكتفي بذلك، ولا يلزم أن يكون خوفه متعلقا بفوات حياته، بل إذا خاف نزلة أو خاف مرضا أو خاف بطلبه أن يتضرر بدنه، خاف بطلبه، يعني مثلا هو في غرفة المستشفى وهو في فراشه قد ينزل ويذهب إلى دورة المياه لكنه قد يلحقه ضرر في بدنه بسبب ذلك، من يسقط ولا يوجد عنده من يساعده، أو أنه يحتاج إلى فك المغذيات أو جهاز التنفس مع شدة حاجته إليه، ففي هذه الحال نقول ينتقل إلى التيمم. ومثل هذا ما لو كان المريض عاجزا عن الحركة لا يجد من يوضئه خاف أن يفوت الوقت، ومثل هذه الحالة ما لو كان المريض محتاجا إلى رعاية شخص بجواره لا يحسن أن يتركه وقد يتضرر وقد يلحقه الضرر والأذى عند مفارقة ذلك الصحيح للمريض، فحينئذ يقال بجواز التيمم رعاية لحال المريض. ومن المسائل المتعلقة بباب التيمم ما يتعلق بالأشياء التي يتيمم عليها الإنسان، فإن الفقهاء لهم 3 أقوال مشهورة في ما يصح أن يتيمم به، فبعضهم قال لا يتيمم إلا بتراب له غبار كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد، وبعضهم قال بأن التيمم إنما يكون على مادة من جنس الأرض سواء كانت حصى أو رملا أو نورة أو غير ذلك، ومنهم من رأى أن كل ما صعد على الأرض من جنسها أو من غير جنسها فإنه يجوز التيمم به، والثاني مذهب مالك والثالث مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، والذي يظهر رجحان مذهب الحنفية في هذه المسألة، فإن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم يشترط أن يكون من التراب. وأما حديث وجعلت تربتها لي طهورا فإنه لا يدل على
اقتصار التيمم على التراب إلا بدلالة مفهوم اللقب، فإن كلمة تراب اسم يطلق على ذات، ومن ثم فإن المفهوم منها مفهوم لقب، وجماهير أهل العلم على تضعيف مفهوم اللقب وعدم صحة الاحتجاج به. ومن ثم فإن المريض يتيمم على بضرب فراشه الذي بين يديه أو السرير الذي ينام عليه. وننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بباب إزالة النجاسة، وذلك أن المريض بمرض كورونا قد يقع على ثيابه شيء من النجاسات، وبالتالي فالأصل أنه يجب أن تزال تلك النجاسات لقوله تعالى: وثيابك فطهر. ولكن إذا كان يعجز عن إزالة النجاسة فإنه حينئذ يعفى عنه، كما أنه يعفى عن يسير النجاسات، يعني قد يكون هناك نقط دم على ثوبه بسبب أخذ التحليل منه أو نحو ذلك، فإذا كانت قطرات يسيرة غير فاحشة في أعراف أوساط الناس فإنه حينئذ لا يلزمه غسلها. وأنتم تعلمون أن جماهير أهل العلم يوجبون أن تغسل النجاسات بالماء، وهناك من رأى، وهو مذهب الجماهير، ورأى الحنفية أنه يجزئ زوال عين النجاسة بأي مادة، سواء كان من الماء أو من غيره. قالوا: لأن المقصود إزالة النجاسة وقد حصل ذلك. ومن الأبواب المتعلقة أو مما يتعلق بهذا ما يتعلق بحقن المريض بدم المتعافين من مرض كورونا، فإن الأصل في الدماء التي تخرج من الأبدان أن تكون نجسة، وذلك لقوله تعالى: فإنه رجس. ولكن دخول الدم إلى المريض ليس من باب التداوي، وإنما هو من باب الغذاء. والقاعدة الشرعية أن باب الغذاء تحل المحرمات فيه عند الاضطرار، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن ثم لا حرج في وضع الدم للمريض من أجل أن يكون ذلك من أسباب حياته. الباب الأخير الذي يتعلق بمريض كورونا في مسائل الطهارات وما يتعلق بباب الحيض، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق باغتسال المرأة من الحيض، والكلام فيها كاغتسال الجنب، وحينئذ إن كان لا يلحقها ضرر بالاغتسال تعين عليها، لقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإن عسر عليها غسل بعض البدن فحينئذ تغسل ما استطاعت وتتيمم للباقي، وإن عسر عليها الغسل كله فإنها تنتقل إلى التيمم. والمسألة الثانية في اضطراب الدورة بسبب هذا المرض، وحينئذ نقول بأن
الأصل أن تراعي المرأة عادتها متى كان الدم ينزل فيها، وما كان بصفات دم الدورة ودم الحيض فإنه يحكم عليه بأنه حيض. وأما المسألة الثالثة فمتعلقة باستمرار الدم، فإذا استمر خروج الدم عند المرأة المريضة فحينئذ إن كان لها عادة سابقة فإنها تقوم بالجلوس أو تجلس عن الصلاة في مدة هذه العادة، وإن لم يكن لها عادة سابقة أو كانت مضطربة أو نسيت فحينئذ تنظر إلى صفات الدم، فالدم الثقيل الأسود صاحب الرائحة يعتبر دم حيض، وما عداه فإنه دم استحاضة. متى انتهى دم الحيض توضأت وصلت. فهذه مسائل متعلقة بمريض كورونا في أبواب الطهارة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.